ما زلنا متواصلين وإياكم حضورنا الكرام بانطلاقات هذه الأشواط من على أرضية ميدان الشحانية. انطلق الشوط الحادي عشر المخصص لسن الزمول، بينما هو الشوط الأول للإنتاج والمنتجين هنا مع هذه الشعارات الحاضرة والمتواجدة بحثا عن ناموس في يوم ما قبل الختام في يوم الكبار. أبدأ بداية مع من يحتل المركز الأول وأول التحديات، لأتابع هنا الحضور والانطلاق من الاسم الحاضر الساعي مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي، وكذلك المركز الثاني الحضور من قبل احتراز لعلي بن محمد بن سيف الجفالي النعيمي المركز الثالث، وصل ثالثا هنا مهجد لسالم بن محمد بن علي الحديد يقدم لنا مهجد مع المركز الثالث. المركز الرابع وصل شعار البريدي بانجازاته، وصل العابر لحمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي شعار منبه، والعديد من الاسماء التي قدمها لنا شعار بن حسين الحاضر على رابع المراكز. اما المركز الخامس فالدور دور الموتر لمحمد بن دايل بن سيف بن دايل النعيمي، من يقدم لنا الموتر على خامس التحديات. هكذا هي الأسماء المتصدرة، هكذا هي الأسماء الحاضرة في أول أشواط الإنتاج وما زالت البداية. هناك مع الساعي من يسعى مبكرا بالحلول التي توصله إلى طريقا، البحث عنه مستمر من بقية الأسماء، بحثا عن طريق الأمتار الأخيرة، بحثا عن طريق ناموس شوط الإنتاج. يا الجربوعي يا من تقدم لنا شعارك، علي بن محمد هنا يتقدم في هذه اللحظات، يتقدم مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي يتقدم مع أول التحديات، بينما المركز الثاني من يليه مباشرة ما زالت الأسماء هي الأسماء المتقدمة. أتابع هنا احتراز علي بن محمد بن سيف الجفالي النعيمي يقدم لنا احتراز مع المركز الثاني. المركز الثالث مهجد يصل هنا في هذه اللحظات لسالم بن محمد بن علي الحديد يقدم لنا مهجد مع المركز الثالث. المركز الرابع العابر حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي يتقدم هنا بالعابر، ينطلق هنا بحثا عن ناموس في هذا الشوط الأول للإنتاج والمنتجين. المركز الخامس وصل الموتر لمحمد بن دايل بن سيف بن دايل النعيمي يقدم لنا الموتر الحاضر والمنطلق مع خامس التحديات. هكذا هي الخماسية التي بدأت بالانفراد عن بقية الأسماء، بينما الرباعية والمعركة الحاضرة، وما زال الساعي 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 قائدا لهذه الكوكبة من الزمول الحاضرة من الزمول المتواجدة. هنا المبارك بن محمد من يقدم لنا هنا مع أول التحديات، من يقدم لنا هنا الساعي مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي، لكن العابر وشعار بن حسين أحد الشعارات التي اقتنصت الرموز وقدمت النوعيات الفاخرة في هذا العالم في عالم الهجن. يقدم لنا العابر من بدا يعبر من المركز الخامس بخطى ثابته وبتحركات كبيره من قبل العابر الذي بدا بالانطلاق مع اول التحديات لحمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، من يتقدم مع اول التحديات. بينما المركز الثاني أتابعه
الساعي مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي يقدم الساعي مع المركز الثاني. المركز الثالث الموتر محمد بن دايل بن سيفة بن دايل النعيمي يقدم الموتر من بدأ في هذه اللحظات من المركز الخامس نحو المركز الثالث. وحلوت المنافسة وبدأت المعركة تشتد من أجل ناموس شوط إنتاج، شوط رئيسي للإنتاج والمنتجين. المركز الرابع تراجع احترازي للمركز الرابع. المركز الخامس هنا مهجد لشعار بن حديد مع خامس التحديات. انفردت هذه الأسماء وبدأت بالمباعدة في هذه اللحظات. الله 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 يا العابر 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 ما زال يعبر بكل قوة. متمكن البريدي في هذه اللحظات بانطلاقتي وحضور العابر حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. من قدم لنا النوعيات الفاخرة، من حضر وتميز وأبدع في الموسم الماضي وكذلك في كل موسم لا بد أن يكون له حضور. هذا البريدي الحاضر، هذا الشعار الكبير، هذا الشعار المتميز بحضوره الكبير والمعتاد دائما. بينما أتابع الساعي، وصل الساعي في هذه اللحظات لينطلق بشعاره المبارك بن محمد بن هادي الجربوعي يقدم الساعي. من يلي العابر على ثاني المراكز؟ المركز الثالث الموتر والستمائة متر الأخيرة لمن رئيسي لمن رئيسي لمن رئيسي الإنتاج من هذه الأسماء. العابر 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 حمد بن جار الله بن حسين. من يقدم لنا هنا العابر؟ من انفرد؟ من أبدع في هذه اللحظات؟ ياهو من شعار، هذا الشعار الذي لا يقيب، هذا الشعار الذي اعتاد على معانقة النواميس، اعتاد على الرموز، اعتاد ليشكل لجماهيره. مع أول التحديات الشوط الأول للإنتاج هنا بقبضة العابر وبتحركات حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. تهانينا تهانينا من الأعماق لك أيها البريدي على هذا الانتصار المستحق والفارق الكبير ما بينه وما بين بقية المنافسين. المركز الثاني حضر هنا الساعي مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي. المركز الثالث الموتر محمد بن دايل بن سيف بن دايل النعيمي. المركز الرابع أدخان منصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين. المركز الخامس هنا حضر عراكلي فهد بن سيف بن محمد أبو سعيد الخيارين. هكذا مشاهدين الكرام تابعنا وإياكم هذا الشوط، تابعنا وإياكم هذا الشوط الرئيسي للإنتاج والمنتجين وللمنتجين الذي حقق ناموسه العابر لحمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. قطع مسافة هذا الشوط في زمن وقدرة 8 دقائق 5 ثواني و9 أجزاء من الثانية. بينما أتى مع ثاني المراكز، أتى مع المركز الثاني الساعي مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي. التوقيت الزمني 8 دقائق 8 ثواني و94 جزءا من الثانية. بينما أتى مع المركز الثالث، أتى مع المركز الثالث محقق الناموس والانتصار الموتر محمد بن دايل بن سيف بن دايل النعيم. التوقيت الزمني 8 دقائق 15 ثانية 33 جزءا من الثالث.